الناس زمان يعم فيه الرخاء ويكثر فيه الغنى. يعني ايه يعم فيه الرخاء ويكثر فيه الغنى؟ يعني الفلوس تكثر مع الناس. سيأتي على الناس زمان يعم فيه الرخاء ويكثر فيه الغنى، حتى أن الرجل لا ينادي على ابن عمه وخليله، ينادي على صاحبه وقريبه، يقول له هلم إلى الرخاء، هلم إلى رخاء، تعال للغنى، هلم إلى رخاء، اخرج بره المدينة أو تعال معانا، هتلاقي فلوس كتير وهتلاقي شغل كتير وحياة كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في الوقت ده اللي يكثر فيه الرخاء ده، المدينة هتكون خير للإيه؟ لمن أراد أن يحفظ دينه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. المدينة وما أدراكم المدينة، المدينة طيبة الطيبة، مأزر الإيمان، حصن الإسلام الحصين. المدينة لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قيل له: صف لنا المدينة، وصف لنا المدينة. فماذا قال لهم؟ قال لهم وصف واحد بس، قال لهم: فيها رسول الله. ثم سكت. صف لنا المدينة، قال لهم: فيها ايه؟ رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من غزوة من الغزوات، وبعدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بيوزع الغنائم، فميز المهاجرين عن الأنصار، أعطى المهاجرين ما لم يعطى للأنصار. فالأنصار كأنهم يعني تثقلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الحوار وماذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار تكلموا فيما بينهم وقالوا: أيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعناه بغير حسب منا ولا نسب. ما كانش فينا ذا حسب منا ولا نسب، وأيدناه وآويناه ونصرناه وخرجنا للقتال معه. وعندما يعود بالغنائم يعطيها للمهاجرين، فبلغ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يوضي بس السفرة دي تعليق صور بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنصار وسألهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يا للأنصار، ماذا قلتم؟ انتوا قلتوا ايه؟ فقالوا: يا رسول الله، لقد قلنا ما بلغك، اللي احنا قلناه هو اللي بلغك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا للأنصار، ألا يكفيكم أن يعود القوم بالماشية والأنعام وتعودوا أنتم برسول الله؟ مش يكفيكم أن انتوا ترجعوا معكم النبي؟ هم يرجعوا بايه؟ بالماشية وأنعام الدنيا. فاللي يجي المدينة يا حظا له، يا هنيئا له. من أتى إلى المدينة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، من أتى إلى المدينة أتى للمسجد النبوي، وهو من المساجد التي تشد إليها الترحال، أتى إلى مسجد قباء الصلاة بأجر عمرة، أتى إلى الروضة الشريفة، قطعة من روضة من رياض الجنة. على يمنا هذا المسجد الأبيض اللي عندنا عليه، هذا مسجد بلال رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله البقية، بمرور البقية هي بتكون على يسارنا، فممكن نسلم على أهلها إن شاء الله وندعو لهم ونستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الموت في المدينة: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. ليه؟ فإني أشفع لمن مات فيها. وفي لفظ: فإني أشهد لمن مات فيها، أي أشهد له بالشفاعة. هنا البقية على يسارنا إن شاء الله. بالله عليكم يا جماعة، استحلفكم بالله، ليا اختي مدفونه في البقاع. السلام عليكم. ادعوا تستحضروا النيه اللي انتوا بتدعوا. السلام عليكم. ربنا يحفظها ويسامحها ويجعلها في امان الله. ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واخوانهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم امد لهم في قبورهم مد ابصارهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل البقيع. البقيع فيها أكثر من 10,000 صحابي، فيها أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، فيها بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حسن الجوار بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الدفن في البقيع.
مسجد بيجينا على اليمين دلوقتي لما بنطلع هو مسجد ده بيظهر معانا على اليمين. هذا المسجد. هذا المسجد اللي بيظهر على اليمين هذا اسمه مسجد الإجابة. إيه هو خلاص مسجد الإجابة بنعرفه إن شاء الله الوقت. اللي هو على اليمين ده. بيجينا خلاص على اليمين. وفي مسجد تاني عند الفندق بالزجاج اللي هناك اسمه مسجد السجدة أو مسجد الشكر. بيجينا كمان على اليمين. هنشوفه الوقت إن شاء الله. ده مسجد هنا الإجابة. في مسجد تاني قدام عند الفندق الزجاجي بتهيألي من هنا شايفينه دلوقتي كده كده يا حاج اسمه مسجد السجدة او مسجد الشكر هنعرف ان شاء الله خبرهم الاثنين. ايوه هنا على اليمين في الزاوية كده عند الفندق الزجاجي اسمه مسجد السجدة او مسجد الشكر المسجد الصغير ده في طريق ابي ذر. مسجد الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عدينا عليه الأول. مسجد الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده وصلى ركعتين وأطال فيهما. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما أطلت في الصلاة صلى الله عليه وسلم ولما نزلت في هذا الموضع لتصلي عنده صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لهم صلى الله عليه وسلم إني سألت الله بثلاثة دعوات فاستجاب الله لي اثنتان ومنع عني الثالثة. في الموضع مسجد إجابة بيقول سألت ربنا إيه ثلاث دعوات فاستجاب الله لي اثنتان ومنع عني الثالثة. إيه هي الدعوات اللي استجابها الملك تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فاستجاب الله لي. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة هي المجاعة والجوع والعطش فاستجاب الله لي. وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني إياها. ليه؟ لأن الأصل أصلا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم رحمهم فيما بينهم. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت على الدنيا وحرصت على الدنيا إلا حصل أصبح الناس مع الأسف كل واحد يتمنى زوال النعمة من غيره أو كل واحد يتمنى التاني يكون كويس بس ما يكونش أفضل إيه؟ أفضل منه. وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني إياه فأنشأوا مسجد وأسموه بمسجد الإيه؟ الإجابة. المسجد اللي بعده نشوفناه هو مسجد السجدة أو مسجد الشكر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى مزارع السرقات. طبعا مزارع السرقات كانت في المدينة أيام النبي كانت سبع مزارع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من أرض أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه وكان معه عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وكان كعادة الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر كنا نسمع دويا كدوي النحل. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف انتظر شوية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة وأطال فيها كثيرا فذهب إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهزها خشي أن يكون قد أصاب النبي مكروه صلى الله عليه وسلم. فسأله رسول فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله من؟ قال أنا عبد الرحمن يا رسول الله أنا اللي كنت معك في الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال خشيت أطلت يا رسول الله وخشيت أن يكون قد أصبت بمكروه. فقال له النبي بعد أن تصلوا عليه صلوا عليه قال له النبي إن جبريل أتاني وقال يا محمد السلام يقرؤك السلام ويبشرك بأنه من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فخر صلى الله عليه وسلم ساجدا. كان هذا فين؟ عند مسجد السجدة أو مسجد الشكر اللي هو طريق أرض أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلنا من الطريق اللي على يسار ده هيودينا عند مكان اسمه مسجد الدرع وكمان مسجد المستراح من هذا الطريق ان شاء الله. احنا واحنا على لوحة عند مسجد احد بنعرف ايه هو مسجد المستراح وهو مسجد الدرع ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.